ما كناش عوالين كاع على هذا الخبر، ما كناش عوالين عليه صراحة. جا نزل كي الصاعقة، كنتمنى ان زعما لحد الان كنتمنى شي واحد يفيقني ويقول لي راكي كتحلمي ولا شي كابوس هذا ولا ما عرف، لان السيد كان صحيح وصحيح فرحان غادي يدير برنامج ديالو كيوجد ليه بزاف، وحنا اصلا كنا فرحانين به لا في هذه التغطيه ديالو لا كورونا لا كل شيء. الله يرحمه الله يرحمه، هادشي اللي غادي نقوله، ماشي خساره في سيدي ربي، ماشي بزاف. يمكن لاخر مره كان البارح في الصباح ولا كنهضر مع الوالده ديالي، وبحكم انني قريبه لها راه كان كيهضر معاها، كنت حدا يعني كيهضر كوتيديانمون ديما بعدا مع الوالده ديالي كيهضر كوتيديانمون. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شنقول لك، هو راه ماشي غير خونا، هو لحقاش هو راه في متابت بانا متابت كل شيء، تيتعامل مع كل شيء صراحه مزيان. غير على مكناس، تيحمق على الكوديم، ما عندي ما نقول لك، يعني كما كيقولوا تيشمل ديك الكلمه ديال ولد البلاد بكل ما تحلي منه الكلمه من معنى. ماشي غير خلا بلاصتو، كنقول لك كنتمنى حاليا حاليا شي واحد يهزني ويقول لي راه هذا الشيء كامل اللي كتعيشي راه شي كابوس ولا شي حلم خايب. انا اللي حاليا نقول لهم يدعيوا معانا ويدعوا مع الوالده ديالي خصوصا بالصبر، لان هذه الصدمه ما صراحه ما سهلش عليها، لان هذه الفاجعه ما هي اخر حاجه كنا متوقعين، اخر حاجه صراحه.